رحلات أخرى دليل على أن هناك إقبال، ولا استطعنا نزيدو مزيان، ولا بدرنا البواخر اللي ما جاوش في الطائرات يجيو في البواخر، والحمد لله كيجي وكيوصلوا بلادهم. 7000، مع العلم أن العالقين كان كيتجاوز الرقم ديال 40000. واش ديك 7000 مغاربة وديك أكثر من 32000 ماشي مغاربة؟ واش ديك 32000 ولا 33000 ما عندهمش حق بحال ديك 7000 اللي كتقول دخلتو لهم وديتهم الاوطيلات وخلصتو عليهم هنايا؟ واش هادوك ما غاديش يجيو، ما غاديش يحسوا براسهم باللي هادوك عندهم امتيازات عليهم؟ غادي تقول لي لا طبقة الهشة، غادي نقول لك لا، لان انا عارف كاين ناس اقسم لكم بالله العلي العظيم اذا عندهم باسابور، عندهم يعني الوراق ديال اوروبا وترحلوا في هاد الرحلات هادو، وعندي دلائل كاين ناس اولا واقيلا من المهم نتجنب واقيلا هاد الطريقه دي احسن. وهذا الكلام هذا كنقولوه على رقبتي، لان انا قلتكم عارف ناس ومتاكد، وعندي ناس نيت كاين ناس عندهم باسابورتيس حمر ترحلوا في هاد الرحلات هذه اللي عملت الخطوط المغربيه. السلام الله عليكم الاخوه الاخوات، معكم عثمان بارسيونا من جديد، موضوع جديد. خوتي خواتاتي كما العاده نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اخوان والاخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تجيو معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي رئيس الحكومه المغربيه السيد سعد الدين العثماني قال لكم ما تبقاوش تهضروا له على العالقي، قال لكم سيدي داكشي اللي عملوه هما راه ما عملته حتى شي دوله، قال لكم راهم جابوا 7000 والزياده مجانا، راه عملوا الجهد ديالهم وما باقيش خصو يسمع هذا الموضوع ديال العالقين. خليكم معايا واحد جوج دقائق نسمعوا هذا الشيء هذا اللي قال رئيس الحكومه المغربيه سعد الدين العثماني ونجاوبوها. اخوتي خليكم معايا سمعوا. العالقين انا ما عرفتش اش دخل العالقين، بقاو ندخلوهم في كل شيء. شرحنا، جا السيد وزير الخارجيه وشرح، هذا مثال ناجح للمغرب، ناجح اسمح لي، مثال ناجح. الحكومه تكلفت ب 7600 شخص تقريبا، خلصت لهم الفنادق وخلصت لهم التطبيب، والان كندخلوهم ودخلنا عدد منهم دخلوا، والان كيدخلوا اخرين. وقولوا لي علاش هذه الباخره اللي جات من ايطاليا علاش جات وما عمراتش؟ راه دابا ماشي غير الحكومه، وكنا كنجيبوه فاش كنا كنجيبوه مجانا، كانت اغلب الطائرات في الاخر كيبقى لنا 20 مقعد خاوي. راه ماشي الحكومه بوحدها، قال لك اليد واحده لا تصفق، كاين اليدين كاين الجهتين، كاين الجهتين، ماشي الحكومه بوحدها، كانت كاع مجانا ديك الساعه. اما دابا الطائرات الحمد لله اللي جات، راه العماره ديالها كون الطائرات كلها عمرات، وزادت الرام وكذلك الخطوط الملكيه المغربيه وكذلك الخطوط العربيه، زادت رحلات اخرى دليل على ان هناك اقبال، ولا استطعنا نزيدو مزيان، ولا بدرنا البواخر اللي ما جاوش في الطائرات يجيو في البواخر، والحمد لله كيجي وكيوصلوا بلادهم ولكن في امان، لان هذا الشيء اللي وقع في الباخره ديال ايطاليا دليل على ان الاحتياطات اللي اتخذناها احتياطات حقيقيه جديه، والدول الاخرى كلها دايره احتياطات اكثر من هذا الشيء. دابا كاين دول اللي الدخول لها خصك 15 يوم ديال الحجر الصحي، دخل 15 يوم. دابا حنا درنا اجراءات قبليه باش ما نديروش 15 يوم ديال الحجر الصحي، وهذوك البواخر بالتنسيق مع وزاره الصحه دار واحد العمل غير مسبوق، فيها مختبر متحرك داخل كل باخره باش جميع اللي غادي يجيو ما يوصلوا هنا حتى نكونوا عرفنا واش كاملين الحمد لله داخلين بالسلامه، لان غادي يوصلوا عند عائلتهم، هاد العائلات ما عندهمش حق، ما يمكنش نحميوهم، حتى هما خصهم يتحماو. فلذلك كونوا منصفين. لا ما كاينش اثمنة، اسمح لي دابا خاصك كونوا منصفين، اثمنة علنتها الخطوط الملكية المغربية. نستمعوا ثالثا
خلوا الاثمنه جد عاليه ديال لارام ديال رويال ماروك، ما عرفش باش يجاوبوا. قالوا لا 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 اسمح لي اسمح لي، راه الاثمنه دارتها لارام. صافي هذا هو الجواب. انا والله ما عرفت باش نجاوبك، لان كاين الاجوبه بالعرارم وما عرفتش منين بدا الجواب على هاد جوج دقائق اللي عطيت اللي عطيتينا السي العثماني. اولا غير من كتقول راه جبنا 7000، مع العلم ان العالقين كان كيتجاوز الرقم ديال 40000. واش ديك 7000 مغاربه وديك اكثر من 32000 ماشي مغاربه؟ واش ديك 32000 ولا 33000 ما عندهمش حق بحال ديك 7000 اللي كتقول دخلتو لهم وديتهم الاوتيلات وخلصتو عليهم هنايا؟ واش هادوك ما غاديش يجيو ما غاديش يحسوا براسهم باللي هادوك عندهم امتيازات عليهم؟ غادي تقول لي لا طبقة الهشة، غادي نقول لك لا، لان انا عارف كاين ناس اقسم لكم بالله العلي العظيم اذا عندهم باسابور عندهم يعني الوراق ديال اوروبا وترحلوا في هذه الرحلات هادو. وعندي دلائل كاين ناس اولا وقيل من المهم نتجنب وقيل هذه الطريقه هذه احسن. وهذا الكلام هذا كنقولوه على رقبتي، لان انا قلت لكم عارف ناس ومتاكد وعندي ناس نيت كاين ناس عندهم باسابورتيس حمر ترحلوا في هذه الرحلات هذه اللي عملت الخطوط المغربيه. هذه من جهه، من جهه السي العثماني علاش حنا غادي نمشيو دابا؟ ما مشيش لان ما مشيش معك، راه كاينه قنوات تلفزيه يعني اجنبيه ضحكوا على ضحكوا علينا يعني على هاد الاثمنه اللي عملت لارام، على هاد الطريقه ديال التحاليل. قلتوا انتم الدول عملت التحاليل، حنا مين بدا هاد الحجر الصحي؟ والدول الاوروبيه كامله كتجيب الناس ديالها من المغرب وحتى شي دوله ما طلبت التحاليل. انا قلت لك ما مشيش معاك بعيد، غير الناس اللي في الباب، غير الناس اللي في سبته ومليليه، غير هادوك راه ما غتخسروا عليهم والو. السيد رئيس الحكومه المغربيه ما غادي تخسروا عليهم حتى فرانك. الناس اللي كانوا عالقين في سبته ومليليه وعندهم فيزاز ديال تشينغن، عندهم فيزاز ديال الاتحاد الاوروبي، عرفتوا شحال تقام عليهم البياخي؟ والله العظيم اكثر من 1000 اورو هما في الباب تقام عليهم. هادو هما المجهودات اللي عملتو، اقسم لكم بالله العلي العظيم. وانا عندي فيديوهات مسجلين الناس قام عليهم يعني فعاوت يخرجوا ما يخسروا حتى فرانك هالباب، يخسروا غير تحليله كاع غير تحليله، ولكن خسروا عملوا كاين اللي شاد الطائره او الباخره من مليليه لمالاغا، كاين اللي شاد الطائره وعاد شدوا يعني الطرق عاد شدوا طائرات اخرين هما هالباب. هذه من جهه، بلا ما نهضروا على الناس ديال تركيا، بلا ما نهضروا على الناس اللي كان عندهم حق انهم يترحلوا، الناس اللي كانوا عندهم امراض مزمنه يعني مسنين، ناس توفوا بالسرطان هنا في اوروبا، الناس العالقين كنهضر، الناس اللي حدا الباب اللي في الخيزيرات اللي جايبين شهور وشهور وهما جالسين في الخيزيرات وما ترحلوش. واذا غادي انا لان عندي الواتساب وعندي الميسنجر كيستقبل هادشي ديال هاد الشكاوي وهاد الفيديوهات ديال الناس، اذا نشر داكشي كلشي خصني كل ساعة نشر فيديو باش ننشر داكشي كلشي اللي عندي، لان ما نقدرش ننشر داكشي كامل. وكتقولوا لنا لا ما نهضروش على العالقين. دابا دخلت عليكم بالله، واش هادوك الناس اللي في سبته ومليليه واش واش غادي تخليهم يعيدوا حتى العيد؟ غادي تخليهم يعيدوا تما؟ ابغيت غير جواب السي العثماني، غير جواب غير على هذا السؤال. واش دوك النساء اللي تما اللي بالبكاوات كل نهار كيبكي وكل نهار كيخرجوا بفيديو جديد، نساء ساكنين في الخزاين ساكنين في بلاصه طورو يعني كيصرفوا عليهم غير ديك كروز الروخه، واش حنا قبل السي العثماني ما تكون رئيس الحكومه وكتمثل اكثر من 40 مليون مغربي، غا كمسلم غا كانساني، واش تقبل على ديك النساء يدوزوا هاد العيد تما في سبته ومليليه؟ بركه بلا ما ندخلوا في غلاء الاسعار ديال التذاكر، بلا دابا هضرتي لنا على البواخر، انا ما نعقلش على هادشي هذا كامل اللي هضرتي عليه، ولكن غلاء يعني البواخر، كيفاش البواخر؟ ها الخيزيرات والناس في الخيزيرات خصهم يمشيو حتى نسات الفرنسيه وجينوا الايطاليه، وتقول لي راه حنا عملنا كلشي وحتى شي واحد ما عمل بحالنا. هادشي هذا اللي بديتو كتعملوا نتوما يعني الاخوان العالقين، حتى نفد منهم كلشي وحتى
اللي كاين اللي الحياه الزوجيه ديالو مشات، كاين اللي طلق، كاين اللي مشالو المشاريع ديالو، كل واحد وكيفاش. عاد خرجوا لنا بهاد القرارات هذه اللي في اللي ما في المقدور حتى شي واحد، حتى شي واحد ما في المقدور ديالو، ولو انه كانوا في المقدور ديالهم في الاول كانوا يقدروا يعملوا هاد الشيء هذا، كانوا كيقولوا حنا نديروا التحاليل ونعملوا الحجر الصحي. اما حتى نفد منهم كل شيء، حتى داز 5 شهور ولا هذا، من غادي يجيبوا الطائرات الاثمنه ديالها كتوصل ل 4000 الاورو 3000 الاورو، او لها الطرقات اللي خصهم يضربوا. وفرنسا انتما كتعرفوا، انتما كتشوفوا يعني الناس مرونه، ما عارفين واش يديروا تحليله واش ما يديروش. شفنا هاد الصباح الناس في طنجة يعني المشاكل ديال التحاليل، وكنهضروا على القضيه ديال باك صاحبي، كاين اللي كيجيب التحاليل مزوره وكيدوز، كاين اللي عنده التحاليل داز عليهم الوقت. ماشي المشكل ديالهم، المشكل ديال تاجيل الرحلات او تعطيل الرحلات، وما كيقبلوا لهمش ديك التحاليل، خصهم يعاودوا التحاليل من جديد. هاد التخربيق هذا كامل وهاد الروينه هذه كامله، وما خش الناس عفوا وما خش الناس يهضروا على العالقين. انا الطلب الوحيد اللي عندي وهو النساء اللي بقاو في سبته ومليليه، لان دابا كل مره والحرقه ديالهم اكثر، لان شافوا عاملات الفراوله خرجوا، وحاليا كيشوفوا النساء والرجال اللي معاهم تما، الناس اللي كانوا حاصلين في اسبانيا وفرنسا وهذا، يعني دخلوا لسبته ومليليه بزعما يكونوا قرابين باش يدخلوا، بقاو حاصلين عندهم الفيزا ديال الاتحاد الاوروبي، راح يعني خلصوا فلوس كثيره باش يوصلوا للمغرب، ودابا عاد الحرقه ديالهم يعني كبيره وكبيره بزاف. كيشوفوا يعني الناس اللي كانوا معاهم بداو كيمشيو وهما ما يقدروش يمشيو. يعني دابا يعني الحاله ديال هاد النساء كيتصلوا بيا مساكن، انا اللي في الجهد ديالي كنعملوا، حنا حتى حنا شي بعض منا ما صالحين الصراحه، صافي كنكونوا حاصلين كنقضيو الغرض ديالنا كنمشيو. بقاو هاد النساء هادو حاصلات مساكن، دابا الحدود مفتوحة بالنسبة للناس اللي عندهم دريهمات بغاو يسافروا غادي يسافروا، والناس الجالية كذلك اللي عندهم، المهم الناس الجالية عاود حتى هما اللي عندهم دريهمات وعندهم ظروف قاسية وهذا حتى هما غادي يسافروا. ولكن ديك النساء، كاين نساء ورجال، ولكن يعني النساء أكثر، لأن النساء بأطفال رضع معاهم تما، دائما الصحف الإسبانية كتهضر عليهم، دائما الإسبان كيهضروا عليهم. ما عرفتش انا علاش ما يعملوا لهم شي غير شي باسو فرونتيريس، ويجوزوا غير ديك النساء ما يدخلوا لا اسيدي غير شدوا بقاو شادين، ولكن ديك النساء ما يمكنش يبقاو تما. كنهضر لان هذوك هما دابا هذوك هما النقطه المهمه اللي بالنسبه لي انا، هما دوك النساء اللي عالقين في سبته ومليليه. كون ما عرفتش شحال من فيديو كيوصلني ما يمكنش يدوزوا العيل الكبير تما، وخص لا في البرلمان او لا في مجلس النواب ولا هذا، خص حتى البرلمانيين يهضروا على هاد الناس هادو، نسمعوا شي اجوبه، شي اجوبه من عند السيد رئيس الحكومه المغربيه شنو غادي يقول لنا في هذا الموضوع هذا. لان حتى في الاول خرجوا ناس ما كيسالش يخرجوا، بقاو ناس بقاو موسم، احنا كنشوفوا النساء كبارات في السن هما باقيين حاصلين تما، وكنعرفهم انا شخصيا كانوا كيتصلوا بيا شباب خرجوا، لان كل شيء مشى مخربق مرون، حتى شي حاجه ما كانت مقاده. ودابا يعني كون ابير ساكاموس موتشو بيتشو كيفاش كيقولوا، حنا عملنا وفعلنا وديش غادي نعملوا، حنا راه الناس بداو كيرحلوا الناس ديالهم من الاول، وما رحلوا الناس ديالهم كاملين، وما فرضوا عليهم حتى شي حاجه، وما صعبوا عليهم حتى شي حاجه. حنا صعبوا على الناس الاثمنه، صعبوا على الناس المشاكل ديال الناس، غادي يحمقوها وما غادي يقطعوا، ما عارفينش التحليل شنو غادي يعملوا، مع مرونين الناس كيسولوني حتى انا والله ما عندي لهم جواب، ما كنحشمش غادي نجاوب انا هاد الناس. ها اللي كيقول لك لا 48 ساعه، لا قال لك مشينا 24 ساعه، واحد الروينه، وما كاينش تواصل كذلك. السيد رئيس الحكومه المغربيه ما كاينش تواصل مع الناس هادو اللي حاصلين، يعني الشرح بالتفصيل وبالتدقيق باش الناس يعرفوا، كذلك ما كاينش هادشي هذا. وما عرفتش دابا واش نخليك عاو كذلك مع فيديوهات، وكنتمنى من الناس ديالنا يبارطاجيو عفاكم هادشي هذا، من اجل هاد النساء اللي بقاو حاصلين في سبته ومليليه. كانوا هاد النساء مساكن يعني دغيا تلقى لهم الحل، ولكن هاد النساء هادو خصهم، لان ما كاين حتى شي ما كنسمعوا والو عليهم، بحال اللي صافي بحال اللي خرجوا كلشي. دابا اللي في سبته ومليليه اللي باغي يخرج، اللي عنده الفيزا كيقطع الملاقا ولا المدريد ولا برشلونه وعاد كيمشي، اما باش تخرج هذا ما كاين حتى شي خبر. كذلك كاين اخبار كيقول لك اسيدي راه كاين الناس ديال غادي يفتحوا فعلا، كاين انا كنشوف غير مقالات ديال الاسبان فقط،
كيقول لك اسيدي راه بروروغا ديال هذا حتى 31 في هذا الشهر هذا، يعني اذا كاين شي حاجه كاين شي حاجه ابتداء من 1 غوش. وكذلك كنسمعوا غير في الجرائد، وهذا انا من هذا حتى شي حاجه. كاين جرائد كتقول باللي فعلا غادي يفتحوا غادي يعطيو المجال للشركات الاجنبيه يتدخلوا حتى هما باش على الله الاثمنه تهبط. وكيقول لك راه غادي يفتحوا الخزيرات ابتداء من 1 فغوش. انا ما عنديش تاكيد، ولكن هادشي هذا كنسمعوا غير في الجرائد الرسميه ديال هنا في اسبانيا. ما عرفتش هاد الفيديو واش حتى هو نضيف عليه فيديوهات. عندي الناس معتقلين في السجن في تركيا، الناس كيباتوا في الشوارع في تركيا. هادشي هذا واقيلا غير نقولوا بلا ما نشروا، راه انا عييت ما ننشر. هاد الناس هادو كيفاش، والناس اللي في الخارج عندي عرفتي شحال من فيديوهات، الناس اللي في الخارج في السعوديه في الامارات في قطر في البحرين في عمان في كل شيء، الناس في الدول الافريقيه، الناس في الجزائر، باقي الناس في الميريكان، الناس في البرازيل، الناس واش نزيدكم ولا اكثر. عندي فيديوهات، انا قلتكم عندي التليفون فيه اكثر من 500 وكذا و 20 جيجا وكيعمر لي والله العظيم اذا كيعمر لي من قوه الفيديوهات اللي عندي. وحنا كنسمعوا راه هو قال لك راه صدعتونا، راه ما تبقاوش تهضروا لنا على العالقين، صافي راه عطيناكم اللي كاين. راه الناس راه باقيين مرونين، الناس راه باقيين ما عارفين يديهم من رجليهم. كنظن اخوتي في الكفايه، تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.